ليس تقديرا لفرجاني ولا للكابتن نادر داوود اللي خصني بهذا اللقاء الحصري، وهو لسه قافل مع فرجاني من ربع ساعة، يعني لسه مكلمه من ربع ساعة هذا الكلام، وكأنكم تسمعون فرجاني ساسي. فعلشان كده بقول إلى كل عشاق فرجاني ساسي، فرجاني مليء بالعواطف تجاه الزملكاوية، حابب لمصر وللزمالك وجنادي الزمالك وجماهير الزمالك، صايل للعيش والملح، وده اللي خلى فرجاني مشتت فكريا ما بين رقم خيالي لا يحلم به أي لاعب عربي، وما بين انه يخرج من الباب الكبير ويفيد الزمالك. اعتقد ان خلال الثلاث ايام اللي جايين وعقب اجازة فرجاني ساسي وعودته للقاهرة، سيكون خلال اجازته سينهي كل ما يخص انتقاله للدحيل، وسيعود للقاهرة، والزمالك سيستقبل عرض رسمي من الدحيل خلال ايام على مسؤوليتي الشخصية، وسيستفيد الزمالك بمبلغ كبير. وما تنسوش كلام الكابتن نادر داوود، قالك الدحيل لا يقف عند ارقام، عايز فرجاني بأي رقم، ليأخذ فرجاني أي رقم، وأنا بتوقع إنه رقمه لن يقل من 20 ل 25 مليون دولار في السنة، يعني بما يصل إلى على الأقل على الأقل 150 مليون جنيه مصري، لو راح ب 10 مليون في السنة يعني 30 مليون في الثلاث سنين، يعني أنت بتتكلم في 150 مليون جنيه مصري، في المقابل أنت عارض عليه آخرك 36، زي ما قال الكابتن نادر داوود، ما تظلمش الأرقام في المقارنة، ليس هناك وجه مقارنة. الحكمة والعقل والمنطق أن يصل الزمالك إلى أكثر قدر من الاستفادة، ويبقى فرجاني الأيقونة التي يعشقها الزملكاوية، لأن هذا العرض لن يستطيع فرجاني أن يرفضه، فرصة ذهبية يلعب في كأس العالم للأندية، مميزات له ولأسرته في الدوحة كبيرة جدا جدا جدا، عقد ثلاثة أو أربعة أضعاف، حاجات كتيرة جدا جدا جدا، هي بكل المقاييس قبل ما يكون انفراد إعلامي ومهني، هي كلمة حق أقولها، لأني أنا لازم أكون أمين ولازم أكون صادق. فرجاني مشتت ذهنيا ما بين الرقم وما بين الرحيل بحب ورضا جماهير الزمالك، وده اللي خلاه طلب من دقائق إنه يذهب إلى تونس في أجازة، أنا مش هقول استجمام، هي أجازة لملمة الأوراق واتخاذ القرار النهائي، لأنه راسي جدا وعقلاني زي ما بيقول الكابتن نادر داوود، وبيفكر بعقلانية وبهدوء، ويستشير أصدقائه وأولهم الكابتن نادر داوود، وأكيد هيجلس معاه في تونس. وأنا أعتقد أن الأرقام في هذا السن لا تأتي إلا نادرا يا كابتن نادر.